بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد ممثل عامل عمالة الكناس، السيد رئيس الدائرة الباشا المحترم، السيد رئيس مجموع الجماعات الأخ الجليل السيد الفحصي، السادة رؤساء الجماعات القروية الترابية الصديقة والعزيزة الأستاذ الحاج دريس عامر والأستاذ الفاضل الأستاذ عزيز العمود، السادة أعضاء مجلس جماعة خيسا وباقي أعضاء الجماعات الترابية الصديقة. قبل أن أبدأ كلمتي أبلغكم السلام الحار ديال السيد عامل عمالة مكناس الأستاذ عبد الغني الصبار على عدم حضوره، يعتذر على عدم حضوره لطارئ حال دون إمكانية مشاركتكم هذا الفرح، هذا العرس، هذا الموسم، موسم أمساك الدخيسة. فكما تعلمون أنه يولي عنايته الخاصة لجميع الجماعات الترابية، وأنه كذلك محب لهذا الفن، فن التبوريضة وكذلك للتراث اللامادي. فيشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن السادة أعضاء مجلس جماعة خيسا أن نرحب بالحضور الكريم لنعلن من خلال افتتاح فعاليات موسم مساكن خيسا تحت شعار موسم مساكن خيسا رافعة أساسية للتنمية المحلية، والتي تنظمه جمعية أفاق ومبادرات للتنمية، والذي يصادف أيام 19/20/21 غشت 2023. هذه الأيام في هذا الشهر المبارك الذي يحتفل فيه الشعب المغربي بذكريات غالية جسدت على الدوام التحام الشعب المغربي بالعرش العلوي المجيد. إننا في هذه الاحتفالات نستحضر ملاحم وطني سطرها العرش مع الشعب. فعيد العرش المجيد هو تأكيد لروابط البيعة كما تعلمون، كذلك ذكرى 14 غشت فهي دليل آخر على مغربية الصحراء. أما ثورة الملك والشعب فهي ملحمة خالدة سطرت دروسا في الوطنية الصادقة. ولا ننسى في هذه الأحداث كذلك يوم 21 غشت عيد ميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. إننا من خلال تنظيم هذا الموسم نهدف على هويتنا وتثمينه في سبيل الحفاظ عليه وتمريره للأجيال القادمة، للحفاظ عليه حتى يصل إلى عمق حضاري ضارب في جذور التاريخ التبيد لبلدنا المجيد. إن قبائل خيسا كما تعلمون على مر العصور كانت دائما حصنا حصينا مدافعة عن مقدستنا الوطنية للنداء الوطن، وملبية كذلك لنداء الوطن من خلال المساهمة في بناء القصبة الإسماعيلية في عهد السلطان المولى إسماعيل. وكذلك كانت قبائل خيسا ناصرة للسلطان مولاي حفيد 1906، كذلك حظيت باستقبال من قبل السلطان مولاي يوسف سنة 1914. ولا ننسى كذلك في عهد المغفور له محمد الخامس 1934 و1944، وكذلك سنة 1967 خلال زيارته للمنطقة بعد الاستقلال، وكذلك أخيرا في عهد المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، حيث أشاد خلاله
أشاد خلاله بدور ساكنة تخيسة في مقاومة الاستعمار. وهذه الحضور الكريم بعض الشواهد على ما قامت به ساكنة تخيسة، فلنفتخر بهذه القبيلة. وقبل أن أختم كلمتي، لا بد أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على السادة رؤساء الجماعات الحاضرين معنا، وكذلك على أعيان منطقة تخيسة، أعيان قبيلة تخيسة، الذين ما فتئوا يقدمون الدعم لإنجاح هذا الموسم. فموسم سكن تخيسة فهو يعتبر من أعرق وأقدم المواسم على المستوى الوطني. وفي الأخير، ونحن نفتتح فعاليات هذا الموسم ونعطيه انطلاقه مرحبين بضيوفنا الكرام، نلتمس منكم السيد رئيس الدائرة ممثل عامل أمانة مكناس لرفع آيات الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، مؤكدين تشبتنا بأهداب العرش المجيد، راجيين من العلي القدير أن يمد في عمر جلالته ويقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن وصنوه وأخيه مولاي رشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.